قامت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بزيارة ميدانية إلى عدد من مراكز الفحص والعزل والعلاج، حيث تم خلالها تفقد مهام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة في ظل الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19. وأشادت سعادة وزيرة الصحة بجهود الطواقم الطبية والتمريضية والصحية والإدارية بالصفوف الأمامية والتي ساهمت في تحقيق مملكة البحرين لتجربة متميزة يحتذى بها في مجال التصدي لانتشار هذا الفيروس وضمان الحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. وثمنت سعادة الوزير الدعم المتواصل من لدن جلالة الملك المفدى، كما رفعت الشكر والامتنان إلى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على متابعة سموهما المتواصلة لمجمل الجهود المبذولة لفريق البحرين في مهام التصدي لهذه الجائحة. وقد بدأت وزيرة الصحة زياراتها إلى مركز الاتصال 444، حيث أكدت على الدور الكبير الذي يقوم به المركز منذ تدشينه في الرد على كافة الاتصالات وتقديم الدعم اللازم للحالات. ومن ثم قامت سعادة وزيرة الصحة بزيارة إلى مركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي تم تحويله إلى مركز متكامل لفحص القادمين إلى المملكة من الخارج والمخالطين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس، وذلك وفقا للمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. بعد ذلك قامت الوزيرة بزيارة إلى مستشفى البحرين الدولي الذي تتم إدارته من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لرعاية الحالات القائمة. واختتمت سعادة الوزيرة زيارتها بمستشفى الشامل الكائن في منطقة عالي، والمعني بتطبيق سياسة العزل الصحي المنزلي الاختياري للحالات القائمة وفق اشتراطات محددة. وفي ختام زيارتها أكدت سعادة وزيرة الصحة بأن نجاح مملكة البحرين في التصدي إلى هذه الجائحة جاء بفضل مستوى الإمكانيات والخطط الاستباقية التي تم وضعها وتطبيقها بجدارة عالية وبجهود مجتمعية حثيثة ومتكاملة ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس في مملكة البحرين. زيارة مستمرة ومتابعة متتالية من قبل سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بالحضور الشخصي أو عبر الاجتماع بتقنية الاتصال المرئي لدعم وتشجيع الطاقم والكادر الطبي وشكرهم على جهودهم المخلصة في التصدي لفيروس كورونا والوقوف على آلية العمل لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة. سعادة الوزيرة دائما يعني تعطينا الدعم وتحفز الجميع على الأداء وعلى العطاء، وإن شاء الله نقول الله يحفظ البحرين ويحفظ شعبها. وبهذه الدعم، بدعم سعادة الوزيرة والدعم القيادة، الحمد لله البحرين بخير، وإن شاء الله نعدي هذه الوباء. التفاتة يعني مسبوقة مو أول مرة لسعادة الوزيرة ولقيادتنا الرشيدة اللي تهتم اهتمام كبير جدا بالكوادر الصحية وجميع الكوادر في جميع المؤسسات. فإحنا هاي التجربة اللي إحنا نشهدها مع البانديميك أو الكورونا عكست شقد متماسك القيادة والشعب والمؤسسات الدولة. مبادرات متواصلة لتقدير جهود العاملين في القطاع الصحي من خلال الزيارات الميدانية والتحدث عن قرب مع الكادر والطاقم الطبي العامل في الصفوف الأولى، ما كان له أثر كبير من خلال التوجيه والتشجيع، والذي يعكس مدى التقدير الذي سينشئ سلسلة من العطاء المستمر وبلا حدود. تنين لها كثير، هي دعم حق جميع الكادر اللي يشتغل في أرض المعارض من موظفين ومن متطوعين، وطبعا هذه الزيارة تعتبر أكبر داعم لنا للقيام بهذا العمل والمجهود الكبير اللي يقوم فيه في أرض المعارض. اليوم تشرفنا بزيارة سعادة الوزيرة لنا في مركز أرض المعارض، وهي كانت بادرة طيبة منها
لتنقل تهاني القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حق جميع العاملين والمتطوعين في مركز المعارض. وبدأت حقيقة في أخذ جولة في بعض القاعات والتعرف عن كثب في آلية العمل عن قرب في مركز أرض المعارض، وقدم لها شرح موجز عن الآلية في جميع القاعات اللي زارتها. منظمة صحية متكاملة يديرها أبناء الوطن بأرواح تتهاتف للواجب الوطني والذي يؤدى بكل تفان وإخلاص من أجل محاربة فيروس كورونا للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.